صباح الخير فاروق، تحية تفضل. لكم وللمشاهدين الأفاضل. نعم فاروق تفضل، ما الجديد لديك إلى فعلاً إلى غاية كما الآن كنت بخصوص تذاكر المباراة والأنصار والتنظيم إلى غير ذلك؟ إذا فعلا فاروق مباراة مهمة جدا، والتنظيم طبعا يبقى تحت الأنظار إن صح التعبير، التنظيم الذي سيميز هذه المباراة المهمة بين الشقيقين. ونعرف قيمة مباراة مثل هذه من بين مولودية الجزائر أو بين اتحاد العاصمة بما أنه هو المستقبل، وبين كذلك مولودية الجزائر، نعرف قيمتها لدى الجماهير العريضة للفريقين. طبعا من دون شك أن جماهير غفيرة منتظرة غدا في الملعب من أجل الوقوف على مدى حقية كل فريق للفوز بهذه المباراة المهمة من دون شك. حتى لا نتكلم كثيرا، بداية سنحاول الحديث مع مدير ملعب 5 جويلية الحاج علي، الذي ربما سيضعنا في صورة التنظيم. الحاج، ربما الكثير منكم كان ينتظر كيف حيكون الملعب بعد افتتاحه، خاصة وأنه ربما في مباراة من قمة هذه المباراة ومهمة وجماهير غفيرة منتظرة. تفضل. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. بون، لا ما يخفيكم، سي با لو برومي ديربي ولا سي با الديرني. الحمد لله احنا رانا موجودين. بون، صافي عندنا اون سيمان كونت انا لانفورماسيون باللي لو غران ديربي فايتر جوي هنا او سان جويي. بون، اون سي بريبار، اون سي بريباري. لا بيتري راهي واجدة، الحمد لله. بدينا البارح البيع، بدينا البارح البيع من التسعة حتى للسبعة تاع الليل. بون، البارح كان كما يقولوا حنايا لا فونت كانت فابل بارابور اجوردي. اليوم الحمد لله راكم تشوفوا لي سوبورتر راهم يشرو، كما يقولوا لي كيشي راهم مفتوحين. خصصنا لهذه المباراة كما قلت البارح للجماعة، خصصنا 50 ميل بيي ريزون دو 500 دينار. بون، البارح درنا لا ريونيون تكنيك لوفيرتور دي بورت ان شاء الله مع الكونسنتراسيون مع لي سيرفيس سيكوريتي، بيفتحوا ابارتير دو 13:30 ان شاء الله. خصصنا البال بور لا جورني دو دوما 18 لانغيشي و 36 بورت لي سوبورتور. بالنسبه ربما لارضيه الميدان بعد غلقها وبعد اعاده تهيئتها، كيفاش راهي؟ احنا ما غلقناش كما يقولوا لا بيلوز تاعنا، احنا هنا في انترتيان تاع لا بيلوز ريغارنيساج، والحمد لله كما يقولوا لا دوني كما يقولوا ريزولتا، والارضيه كما يقولوا صالحه للعب 100%، وان شاء الله يكون عرس كبير كل ما يرجع. طيب، اكيد ان المباراه راح تستقطب الكثير من الجماهير، خاصه وانه اليوم وقفنا على مدى عدد الجمهور اللي يحضر اليوم. ربما ما تقلقتوش ان صح التعبير على الناس اللي تشكي من غلاء التذكره؟ بون، حنا لي بيي سي بيان كيما يقولوا، سي بيان سي بيان ايتيدي، سي ان بيي على بورتي تو الموند، باسكو فو با اوبليي بلي حنا كاسكون بور بريباري اون رونكونت باراي، كيما يقولوا اون ديبورس بوكو دارجون، والناس راكم الحمد لله ماغري كو راهم يقولوا بلي غاليه، مي الناس تشري نورمال عادي. بالنسبه ربما عندكم نداء لمباراة مثل هذه؟ احنا واش ندو، احنا نقولوا بون، احنا على بالنا باللي لو بوبليك تاع المولوديه وتاع لو سماسي كما يقولوا سايتي توجور كما يقولوا ان بون بوبليك، ان شاء الله تكون روح رياضيه في المدرجات كل ما يرغان. يعطيك صحة، شكرا، يعطيك صحة. إذا فاروق، كنت تستمع لمدير ملعب 5 جويلية الذي ربما طمأن على أرضية الميدان وأكد بأن رغم غلاء التذكرة ولكن المناصر يبقى وفي لألوانه، يعني وقفنا على ربما توافد محترم، حتى لا نقول توافد جيد لأنصار الفريقين من أجل اقتناء التذكرة التي تعتبر غالية وغالية. بالنسبة للمباراة، أكيد فاروق استمعنا منذ قليل لأحاديث الجماهير التي تولي أهمية كبيرة سواء لمولودية الجزائر من أجل العودة إلى أجواء الانتصارات، وأي انتصار إن حدث على حساب اتحاد العاصمة واتحاد العاصمة السعي للبقاء في النتائج الإيجابية. شكرا لك محمد نجيب هنان على كل هذه التفاصيل.